تعالوا مع بعض في كمان فيديو نشوف او انفو هنشوفه على اعلى اجور اللاعبين في اوروبا عامله ازاي ونرجع معاكم. دول اللاعبين الاعلى اجرا في اوروبا، في بعض علامات الاستفهام بالنسبه لك يعني ساديو ماني مثلا بياخد اعلى من صلاح في بايرن ميونخ، في بايرن ميونخ طبعا الاعلى على مستوى الانديه هو البي اس جي، لكن كمان هازارد بياخد رقم كبير جدا رغم عدم مشاركته مع ريال مدريد. في ارقام كده بتبقى يعني ما في حاجات ما بتبقاش محسوبه، يعني جاريث بيل لحد ما مشي مثلا من ريال مدريد كان من اعلى اللاعبين تقاضيا للاجور مع انه ما كانش بيلعب بنسبه كبيره مع ريال مدريد، كذلك هازارد لانه ما حدش كان متوقع ان هازارد يمر الخمس سنين يخلصوا بالطريقه دي، يعني اللي من ساعه لما هو جه بديل لرونالدو في 2018 ما حدش كان يتوقع ان المسيره بتاعت هازارد في ريال مدريد تبقى بهذه الكارثيه يعني. والعقد بيفضل عقد، في ايا كان على الاقل عقدك الاولاني بيفضل عقد، فاحنا الانديه بتتورط في صفقات من هذا النوع يعني. بشوف ان موضوع مع محمد صلاح، طبعا محمد صلاح يعني خلينا نتكلم على التجديد اللي فات، محمد صلاح كان طالب 450 الف استرليني في بير ويك، ما توافقش على ده وكانت مفاوضات طويله جدا السنه اللي فاتت لما كان صلاح بيدخل في الفتره الفري في عقده. في الوقت ده قيل ان ساديو ماني من اهم اسباب رحيله انه ما كانش التفاوض معاه بنفس الجديه اللي بيتم التفاوض فيها مع صلاح او للعيبه تانية هتجدد زي دياز وزي فيرجيل فان دايك. فانا بتخيل انه تمام هو يعني لما ماني قرر يطلع من ليفربول اكيد كان بطالع العقد، يعني اكيد كان من اهم شروطه ان يعني ازيد عن اللي كنت بتقاضاه في ليفربول، بس انا مش متخيل ان ده هيقعد كتير يعني. يعني السنه الجايه متاكد ان ساديو ماني هنيجي للدوري الالماني، لان ساديو ماني كمان اعتقد هيرجع تاني للدوري الانجليزي، يمكن توابد بقى نيوكاسل بتتكلم على تشيلسي كانوا بيتكلموا